بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آيات تعطينا الأمان إذا تذكرناها، تعطينا الراحة النفسية. عن المعلى قال عامر بن عبد قيس: أربع آيات في كتاب الله تعالى، إذا ذكرتهن لا أبالي على ما أصبحت أو أمسيت. الآية الأولى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والآية الرابعة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لن يكشف عنك الضر أحد إلا الله، لن يخرجك من العسر أحد إلا الله، لن يرزقك أحد إلا الله. اطمئن، ارتاح، كل شيء بيد الله.